أردت أن تطبخ في مكان مسكون بالجن وكانت بمفردها، وحدث شيئا لم تكن تتوقعه وأثار الرعب في قلوب كل المشاهدين. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. الرحيم، هذا الزبدة لحظة، وين راحت السكينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا، هو يحلت علي حصى وانا قاعدة، ترى يحلت علي حصى صغار وانا قاعدة، وهذا نوع من التخويف، يعني قوم عن مكاننا. ما يلقون بال. بسم الله، وانا السكين يعني. شوفوا ناظروا ما راحت. شوفوا المفاتيح. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله عليكم ونعم الوكيل. لحظة، تداول نشطاء عبر تويتر مقطع فيديو لأحد مشاهير التيك توك وهي تطبخ في مكان صحراوي مسكون بالجن. تطبخ داخل سيارتها في المكان الصحراوي وقالت في حصى صغير يتيح علي وأنا أعدى، وهذا النوع من أنواع التخويف، كأنهم يقولون لي قومي من المكان. السيدة بتحرك سيارتها وهي داخلها لتصاب بالهلع. حسبي الله ونعم الوكيل، أعوذ بكلمات الله التامات، وتفجع وتقوم وتنتهي البث بسرعة. أثار المقطع ردود فعل مختلفة من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، انقسموا لقسمين، أحدهم مصدق وآخر أكد أن هذا الموقف قد حدث قبل سابق لهم، والآخر كذب هذه الرواية مشيرين أنها فعلت ذلك لأجل الشهرة فقط وحصد عدد كبير من المشاهدات والمتابعين.